أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت مقيما ومسحت مرتين على الجوارب ثم سافرت، هل المدة تحسب مدة مقيم أو مدة مسافر؟ إذا بدأت مدة المسح وأنت مقيم تكمل مدة مقيم، لا بد، لأنك بدأت المسح وأنت مقيم فتكمل مدة مقيم ولا تكمل مدة مسافر. نعم. ويقول في سؤاله الثاني: إذا كنت مسافرا ومسحت يوما وليلة ثم وصلت إلى بلدي، فهل أنتهي عن المسح؟ انتهى السفر، إذا انتهى السفر انتهى مدة المسح. نعم. فحينئذ تغسل رجليك، لأن تم، لأنه هذا منوط بالسفر والسفر انتهى، والحكم يدور مع علته. نعم.